الأحزاب الدستورية اللي لبات الدعوة بدأت جمع في نفسها لنوحد صفوف الدستوريين. سلام التحية إلى صديقي أخي ورفيقي في الكفاح السيد الباجي قايد السبت. البعض قال التجمع حل فدا صحيح، ولكن مش كلهم تكلم عليهم يحبوناش، مش كلهم ولو تساتر بزول موجودين. اش باش يعملوا ايه؟ مازالوا موجودين وباش يبقاو في خدمة البلاد، في خدمة الوطن، لأن احنا ناس تنسب نفسها للرئيس بورقيبة الثعالبي الله يرحمهم، هما اللي بعثوا الحزب الأول والحزب الثاني إذا صح التعبير القديم والجديد، والناس الكل يعتبروا أنفسهم أبناء بورقيبة. احنا اليوم شعبنا بلادنا تعيش ظروف صعبة وصعبة جدا، ونعتبر احنا كتشد وان عنا دور، ودور باش يكون فعال، لان احنا اللي حررنا البلاد هذه، وما ينجموش يتصوروا وان الحزب يذوب بمجرد حكم استعجالي. بعد هذا ثم تساؤلات، الناس يقولوا اش بيك تكلم تو؟ بعد بالكم بها المساله هذه، حيث الاجتماع اعلامي هذايا باش حتى المناظرين تاعنا يعرفوا كيفاش باش يجاوب وقت اللي يسالوا. وعندنا لقاءات اخرى بحول الله في المستقبل ضيقه اكثر باش نتبادل الاراء مع المناظرين. ما ثماش قرارات فوقيه اللي تسلط عليهم. حضروا رواحنا نتناقشوا نتبادلوا وبعد نعلنوا على اشياء اللي هو يكون تم عليها الاتفاق. علاش تكلمت تو؟ نتفكروا تتفكروا 14 جانفي. 14 جانفي بعد 14 جانفي جاؤوني البعض من الاخوان وقالوا لي اش باش نعمل تو؟ شنو العمل؟ قلت لهم تو احنا خرجنا من الحكم. نخليو غيرنا يعفس على الجمره. لان ما يتصوروش ان الحكم حاجه سهله. ماهيش كراسي وشهريه وسياره وشوفار والواحد يحل الباب. الحكم هو مسؤولية. هما كانوا يقولوا لنا الحزب الحاكم واحنا نقول الحزب اللي هو متحمل أعباء الحكم. خليوا غيرنا يذوق وهو كذاق. ثم أصدقاء إخوة اللي هما في السجن اليوم. بالظلم نقول ظلم خاطر القانون كان يجبر باش يسيبوهم بعد 14 شهر وهم مازالوا في السجن. ثم محامي معروف، علاش ما نقولوش كان في الاتجاه الاسلامي تو ما بقاش، قال وقت بن علي الوضع متاع القضاء كان سيء واليوم أسوأ. نحب نقولوا وان ثم من هو مريض ما ثماش علاش باش يقعد في الحبس. اللي خليهم في الحبس خايفين عليهم ولا خايفين منهم، ولكن في اجتماع عام كي هيك ما نجموش نقعدوا نتناقشوا ونسالوا ونرد الى اخره، صعيب، ولكن نوعدكم تكونوا على علم، وانا باش تكون لنا كما قلت لكم في البدايه لقاءات محدوده العدد، باش يكون عندنا مقر اللي تنجموا تجيوه وتلقاو شكون المسؤول، وانا تو نعمل له برنامج ونمشي ونتقابلوا بالمناظرين بتاعنا باش نتبادلوا الاراء، وكما قلنا ما تكونش قرارات فوقيه ونركزوا امورنا حتى نبعثوا هالهيكل اللي هو باش يوحد الصفوف وباش بحول الله يخرج بالبلاد من الازمه اللي هو فيها. هاتوا باش نشوفوا على التهم. قالوا احنا نخدموا للنهضه. يقول هو انا حزب هذا المبادره بتاعي بتاع لم الشمل بتاع التساتره وماهيش خاصه بي انا، خاصه بالتساتره كل كان. قال باش ندخل فيها زوز من النهضه مستقلين مستقل قدموا استقالتهم من النهضة. عاد مجبوله هذايا على التعليق اللي نجموا نقولوه وكيفاش يقولوا ان احنا نخدموا للنهضه وضرب نداء تونس بالامر. قادرين باش نعملوا حمله انتخابيه. قادرين باش نكونوا حاضرين في مكاتب الاقتراع.
مستوى مشرف. أما قلوه مسبقا مع الأمل أن يشتير الانتخابات هذه بالنسبة للقائمات، نتصور أنا وإلا باش نتحالفوا مع ناس اللي هما قراضينها وباش نقدموا القائمات اللي هي تنجح بحول الله باش نخرجوا الدنجانة من الورقة هذه، وما عندناش احنا رغبة في اقتصاد زي ولا عمر حزب هذا ولا حزب الآخر، أما نحب انتخابات شفافة نزيهة اللي تجعل الشعب التونسي يعبر على رغبته وإرادته